السلام عليكم متتبعي قناه محبي الخياطه والتفصيل، نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم الطريقه تاع فصله السروال. عندي الثوب هنايا مطوي على جوج، عاود طويته على اربعه ولكن ماشي كامل، طويت غير القياس اللي بغيت. خديت العرض ديالي، داك العرض اللي بغيت، زائد سنتيم الخياطه زائد 4 سنتيم، العرض زائد سنتيم الخياطه زائد 4 سنتيم. غادي نجي نبدا العبار، وكنخلي ملي كنطوي الثوب ما كنطويش على 4 كامل، كنخلي هاد الطرف لهنايا غادي نحتاجو من بعد. هنايا في لاستيك غادي ندير سميتو، هنا في لاستيك غادي ندير يا اما 4 سنتيم يا اما 6 يا اما 8 على حسب لاستيك اللي انا باغا ندير، واش باغا ندير لاستيك عريض ولا رقيق. انا باغا ندير لاستيك ما عريضش بزاف، غادي ناخذ غير 6 سنتيم. هاد الستة كنسطرها صافي، وكنحسبها بحال ما كايناش، كنسطرها بحال هكا، كنخليها عاد باش كنبدا العبار ديالي. غادي نجي لهاد البلاصه من لاستيك لتحت، غادي ناخد هذا القاعده اللي بغيت، داكشي اللي عندي في القاعده. كناخدو الحوض مقسوم على 4، هو اللي كنهبطو به، داكشي اللي عندنا في الحوض هو اللي كنهبطو به. كنجي لهاد النقطة باش هبطنا، كندخل عندي بربعة سنتيم، وكنعاود كنطلع بيها، كندير مربع هكا، مربع 4 سنتيم مربع، وكنخرج هنايا كنطراسي 4 سنتيم. هاديك هاد الربعة هي اللي زدت أنا على العبار، علاش زدتها؟ لحقيتاش غادي تقطع، هانتوما كنسطرها بحال هكا. انا عندي هنايا خديت الحوض زائد سنتيم الخياطه زائد 4 سنتيم، هاد 4 سنتيم هي هادي انا دابا اللي طراسيت باش غادي نقطعها. غادي نطراسيها بحال هكا، غنجي من هنا من الفوق غندير واحد الدوره بحال هكا تاع القاعده، هادي هي الخرطه تاع السروال. هانتوما عندي كما قلت لكم هنايا العرض زائد سنتيم الخياطه، وهذيك 4 سنتيم اللي كنزيد هي هذه اللي كنهبط بها، كندير من هنايا مربع. ملي كنهبط بالقاعده اللي بغيت، داكشي اللي عندي في القاعده، كنطلع ب 4 سنتيم عاد باش كندير هذا المربع، ماشي كنهبط به، كنطلع. لحقيتاش انا واخا طلعت انا رجعت درت الخرطه في العبار اللي عندي، حيت الى عاودنا هبطنا ملي غندير الخرطه غادي تزاد عندي العبار. دابا غادي ناخذ الطول ديال الركبه، دائما هاد البلاصه تاع لاستيك ما كنعبرها، ما كناخذش منها العبار. غادي ناخذ الركبه فين عندي، وغادي ناخذ العرض اللي بغيت ديال السروال من بلاصه الركبه، غادي تلويو السنتيم على الفخذ، وغتخليو داك العرض اللي بغيتو عاد باش غادي تقسموه على جوج، هو هذا باش غادي نخدمو. هو العرض اللي انا بغيت. غادي ناخذ الطول ديال السروال، ديما من تحت لاستيك، ما ندخلش لاستيك في العبار. وهنايا البالما عاوتاني ديال السروال كناخذ فيها العرض اللي بغيت، وكل واحد وعلى حسب القياس اللي كيبغي العرض ديال السروال. كنجي لهاد البلاصة مناش خرجت الخرطة لعند هاد النقطة تاع الركبة، كنديرها بهاد الريكلة هكا، كندخل كنجي للنقطة تاع الركبة، كنسطر لعند البالما لتحت، هداك العرض اللي خديت في الراس ديال رجل السروال في البالما، كنسطرو لعند الركبة. هانتوما نتمنى يكون مفهوم الشرح. هذا خديت دابا الامام ديال السروال، كما كتشوفوا دائما كتلقاو السروال عنده اللور
كبر من القدام. دابا غادي نطراسي لكم الخلف، كنجي لهاد البلاصه هاد 4 سنتيم، كنخرج بواحد سنتيم، كنهبط به من الفوق وانا هابطه سنتيم سنتيم حتى كيدخل عند الخرطه، انتما كنسطرو حتى لعند هاد الخرطه، كندخلو فيها بحال هكا وكيمشي كيولي داخل مع هاد الخرطه. كنجي لهنايا بلاصة القعده نيت، كنخرج بسبعة سنتيم وكنهبط من هاد النقطة بثلاثة سنتيم، كنجيب هاد سميتها هاد التسطيرة اللي درت ديال الخرطة، كنجيبها لهنايا لعند هاد ثلاثة سنتيم، كنجي لعند الركبة كنخرج بجوج سنتيم، كنمشي دابا للخلف وعند البالما لتحت كندير سنتيم، من عند هاد الخرطه اللي خرجت بها من عند هاد السبعه كنجي لعند الجوج اللي درت في الركبه، كنطراسيها بحال هكا وكنسطر لعند سنتيم اللي زدت عند البالما، هذا دابا هو الخلف. دابا غادي نقطع، في التقطاع غادي نقطع الخلف هو الاول، عاد باش غادي نقطع الامام، الخلف غادي نقطع طرفه بربعه، حيتاش الا قطعت الامام غادي يمشي ليا الخلف، كنبداو بالخلف هو الاول كنقطعو طرفه بربعه، شويه قاصح غليظ، هنايا هاد الطول اللي خديت زايده فيه حتى الخياطه تاع التحت تاع الرجل من التحت، ديما ديرو الطول وتزيدو الخياطه متنساوش الخياطه. دابا قطعت السروال كامل على ربعة، غادي نجي باش نقطع الامام، ملي نبغي نقطع هاد البلاصه الاماميه غادي نهز غادي نقطع غير جوج، غير جوج طروفه، لحقيتاش هاد الخلف خاصو يكون كبر من الامام. دابا انا قطعت الخلف قطعت التواب بربعة، دابا غادي نقطع الامام غنقطع غير هاد الجوج، هانتوما شوفو كيفاش غادي غنهز غير جوج طروفه هما اللي غادي نقطع وغادي نخلي جوج. هانتوما كنقطع، هانتوما كنمشي معاه كامل هكا غير بجوج طروفه الفوقانيين، هانتوما الفواني هانتوما كيبان لكم دابا الخلف كبر من الامام. نتمنى يكون الشرح تاع اليوم جاكم ساهل، ان شاء الله غنوريكم كيفاش غندير ليه في الخياطه، غنوريكم الخياطه ديالو، هو ساهل ماشي صعيب في الخياطه. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم، ما تنساونيش من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.